السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم معنا في التمرين رقم 3 من سلسلة تمارين مبرهنة طاليس. إذا معطيات التمرين، لاحظ الشكل جانبه بحيث او جي يوازي بي سي. السؤال يقول أثبت أن ا بي في ا جي يساوي ا او في ا سي. إذا من خلال الشكل الهندسي فعندنا مثلث، وعندنا في هذا المثلث مستقيمان متوازيان، والأضلاع اللي غنستعملو هي أضلاع الضلعان المتقاطعان، يعني هاد الأبي و أسي. إذا من هنا كيبان لي بأنني غنستعمل مبرهنة طاليس المباشرة. إذا غنذكر شروط المبرهنة لدينا. إذا نعتبر المثلث أ ب س، لدينا جي ينتمي إلى المستقيم AC، وكذلك E تنتمي إلى المستقيم AB. ولدينا E G توازي ب س. اذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة ماذا لدينا؟ اذا دائما في مبرهنة طاليس المباشرة كنبدا برأس بنقطة تقاطع المستقيمان. اذا عندنا مستقيمان متقاطعان في ا، اذا ا ب على ا ب. إذا لبديت بأصغر ضلع فغنبدأ كذلك في النسبة الثانية بأصغر ضلع. إذا أ أو على أ بي غنبدأ بأ جي على أ سي تساوي أو جي على بي سي. من خلال العلاقة اللي عطيني فهم عطينا أ أو، إذا أ أو، وعطينا AB، وعطينا AG، وعطينا AC. اذا هاد OG على BC ما كاينش، وبالتالي غناخذ فقط هاد الجزء هذا اللي عندي به الغرض. اذا AE على AB تساوي AG على AC. غادي ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني جداء الطرفين يعني غادي نديرو AE مضروبة في AC تساوي AG مضروبة في BC. إذا AE مضروبة في AC تساوي AG مضروبة في AB، وهذه هي العلاقة اللي مطلوبة عندنا في التمرين هذا.